بنجاحاتهم يتقدم الوطن ويرتقي، وبإنجازات أبنائه وعطائهم يسمو اسمه عاليا خفاقا. المغردون تداولوا خبر نجاح جراح القلب والصدر الكويتي دكتور فيصل الحلاف السعيدي بإجرائه عملية جراحية لتحويل الأوردة الرئوية لطفلة، العملية تعد الرابعة من نوعها على مستوى العالم. المغردون قدموا التهاني والتبريكات مثنين على النجاح الذي حصده السعيدي، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بأبناء الوطن المنجزين، معتبرينهم أفضل من يمثل دولة الكويت على الصعيدين المحلي والعالمي. المغردون عبروا كذلك عن دعمهم لمثل هذه الكوادر الوطنية الطبية الشابة، مطالبين بتكريمها وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لإنشاء كادر طبي وطني عالمي، متمنين للسعيدي دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.